السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من الحدث الرياضي، أهلا وسهلا بكم. البداية بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمير نواف تأكيد المشاركة في جميع الدورات الأولمبية. أحمد عيد: عمر اللجان 7 أشهر وعملها مبني على أسس. حل مجلس إدارة الاتحاد والمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف. ركاء تكرم نجوم موسم دوري الدرجة الأولى للمحترفين. تاريخ الدوري السعودي مع زيادة الفرق على طاولة الحذف. اهلا وسهلا بكم ضيفاي في حلقة هذا المساء من الحدث الرياضي، الزميل سلمان العنقري. مساء الخير يا سلمان. اهلا وسهلا فيكم محمد، احييك واحيي المشاهدين الكرام. يا اخوي ما بغيت تجي. لا، انتم تامرون امر بالسعادة، ارتباطات وشغل. الله يحييك يا سلمان. وايضا الاستاذ طارق النوفل مدير مركز اعلام نادي الشباب، حياك الله استاذ طارق. يا هلا والله دكتور محمد. حتى انت بعد الوصول لك يا اخوي مو بسهل، بس الله يحييك. لا ابد ابد، انت امر امر والقناه تامر امر، قناه الوطن هذا. الله يحييك ابو محمد. اليوم كان هناك لقاء لسمو الامير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعايه الشباب، وهو الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء الاتحادات. كان لنا لقاء بالامير نواف بعد هذا الاجتماع، تطرق فيه لابرز ما طرح فيه، نتابع. هو اللقاء كان مجدول بين الأمانة العامة للجنة الأولمبية والاتحادات، لكن الحقيقة حرصت أني أكون معهم وناقشنا كثير من الأمور التي فيها إن شاء الله مصلحة وتطوير لآلية عمل الاتحادات. أبرز 3 محاور هي تأكيد المشاركة في جميع الدورات، سواء العربية أو الإقليمية أو الآسيوية أقصد أو الدولية، وإقرار الاستراتيجيات التي رفعوها الاتحادات مع تعجيل الجهات التي لم ترفع، كما هناك إقرار الميزانيات اللازمة للاتحادات لمشاركاتها المقبلة، أيضا الاهتمام بالعمل الإداري لهذه الاتحادات، والاهتمام بالسرعة والتعجيل في تشكيل جمعياتها العمومية وآلية ذلك. وشرح كل نقطة من اللي أنا قلتها المسؤول المختص، شرح وافي عن هذا الأمر، وتم أيضا مداخلات كريمة من جميع رؤساء الاتحادات والتباحث، ووصلنا إلى كثير من الحلول للمعوقات. أيضا الشيء الآخر اللي اتفقنا عليه هو استثمار الشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة ووجوب أن يكون هناك شراكات مع القطاع الخاص، سواء كل اتحاد منفرد أو جماعي. المقصود بجماعي مثلا إذا كان هناك 3 ألعاب أو 4 ألعاب متشابهة، أقصد يعني مكان إقامة اللعبة واحد، أنواع المشاركة واحدة، يعني هناك تشابه بينها، فلماذا لا يكون هناك، يكون يعني تسهيلا للقطاع الخاص عقد رعاية موحد ل4 أو 5 اتحادات، على سبيل المثال الألعاب الدفاع عن النفس مثلا، هي تقريبا 4 ألعاب نفط وفي مكان واحد في الصالات الرياضية ومتشابهة أمورها. فلو كان هناك عقد رعاية على سبيل المثل ب4 ملايين في السنة مثلا، يعني فيكون لكل اتحاد 1,000,000 من هذه، وهكذا. أيضا تم الإشارة لموضوع هام جدا، وهو توقيع في السنة الماضية مذكرة تفاهم مع الشركة المختصة لدى وزارة التربية والتعليم الخاصة بالرياضة المدرسية، وإن شاء الله بعد غد سأسعد بتوقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي ومع اتحاد الجامعات بحضور مع الوزير. فهذه الاتفاقيتين الحقيقة سواء على مستوى المدارس أو الجامعات هي البنية الحقيقية التي سينطلق منها أداء رياضي مميز، سواء على المستوى اللاعبين أو الإداري أو الفني.
وبإذن الله أنا متفائل مستقبل أفضل في العمل الإداري وفي الهيكل الإدارية للاتحادات. وطبيعي إذا كان كل شيء متوازن وكان هناك أيضا مداخيل مختلفة سيكون إن شاء الله الإنجاز حليف الجميع. اللي يهمنا أن إحنا نكون استكملنا الخطوات النظامية سواء في الهيكل الإداري للجمعيات العمومية أو في البنية التحتية التي يحتاجونها الاتحادات أو في الميزانيات اللازمة لهم. وأنا يمكن قلت كلمة في الاجتماع، قلت يعني أي اتحاد يرى زيادة في ميزانيته لابد أن تكون مبررة، يعني ما هو فقط زيادة للزيادة، لابد أن يكون هناك مسوغات ومبررات لهذه الزيادة. والرئاسة بصفة خاصة ومن طبعا فوقها ووراءها الدولة حفظها الله حريصة على كل الشباب الرياضيين إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بالاجتماع الدوري الثالث لرسائل الاتحادات. أيضا اليوم كان التتويج، حفل التتويج لأبطال دوري ركاء. طبعا نعرف أن البطل لدوري ركاء هو نادي هجر، صعد إلى أندية الممتاز للعام القادم، وكذلك صعد الخليج. حفل كان على أعلى المستويات أقامته شركة ركاء بهذه المناسبة. سلمان، يعني الزين أننا ما جينا بوجع الرأس اللي مرينا فيه في التتويج في دوري عبد اللطيف جميل، يعني نذكر القضية اللي صارت والأخذ والرد والنقل. اليوم كان التتويج بحكم ربما أنه حسمت في الجولة الأخيرة، كان التتويج في حفل موسع وعلى أعلى المستويات اليوم شاهدنا في دوري ركاء. أنت تتصور يا دكتور أنه يعني ربما أنه لو ما حسم النصر من الجولة 25 أنه ربما يكون التتويج خارجا، يعني مثل كذا بحفل خارجي، ما أعتقد أنه ربما يكون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وهذا أجدى، وهذا الأجدى وهذا الأقرب يعني، وهذا كان معمول فيه في الثمانينات. كان بطل الدوري تلعب بطولة كأس الملك بعد بطولة الدوري، ودائما ما بطل الدوري يتوج مع في المباراة النهائية في كأس الملك. بس كثيرين يقول لك منسوبين الأندية يقول لك حرتها راحت، يعني إذا ما صرت أنا يعني توجت في برضو السلام على خادم الحرمين الشريفين يعني. والتتويج في يوم يعني العرس الرياضي هو ختام الموسم الرياضي، دائما ما يكون بحضور خادم الحرمين الشريفين، ودائما ما يكون التتويج. أنا أتذكر في أكثر من سنة تم التتويج في المباراة النهائية في كأس الملك لبطل الدوري. أنت شو رأيك طارق كمنسوب لأحد الأندية الكبيرة عندنا، بالنسبة للنادي ولمنسوبيه للاعبين، الأجدى التتويج في حفل مثل هذا، الانتظار حتى نهاية الموسم بتتويج يشمل يعني، لأنه بيكون عريس الليلة في مباراة الكأس هو بطل الكأس لأنه هو اللي الآن. أضيف نقطة تفضل في أوروبا مثلا، يعني بايرن ميونخ توج بعد فوزه، حتى لو يعني هو كأس رمزي ما هو نفس الكأس الأساسي، هو أهم شيء أنه يصير في احتفال. نعم، وتم تتويج الفريق في أرض الملعب، بعدين عاد برضو بيكون التتويج الرسمي للفريق حتى لو كان باقي جولات في المسابقة. كيف في وقتها يكون شيء جميل للاعبين ولا الإدارة ولا الجماهير؟ أعتقد أنه بعد ما يحسم مثل ما فاز النصر أو حصل النصر على الكأس بتعادل مع الشباب، كان يعني أنا أرى أنه يكون التتويج بعد مباراة الشباب ويعمل له، لأنه كان يعني كذا حتى لو أجل الحفل ما أعتقد راح يخسرون شيء. أنا من وجهة نظري أنه في وقتها في حرتها على قولتك حتى نهاية الموسم في المباراة الأخيرة. لا أبداً، أنا لا أبداً، هذه حرتها أو طعمها الجميل يتلاحق لحظتها. وبعدين مو معقولة مثلاً نقول مثلاً في النهائي كأس الملك تخيل أن النصر سيتوج مثلاً مع بطل كأس الملك شباب اتحاد أهلي أو اتفاق مثلاً. أول اتفاق مثلاً. نعم، فحيكون مش هو عريس الليلة، حيكون هو الوصيف بالضبط، مش هو العريس الأساسي مهما كان، لأن حرات خلاص احتفلوا فيها، الوسائل الإعلام احتفلوا فيه، اللاعبين احتفلوا في ناديهم، الجماهير احتفلوا مع لاعبينهم، هي ليلة بطل كأس الملك ما في شك. أبو محمد بالتأكيد أنه الأفضل أنه يتوج في نفس يوم المباراة، لكن أنت تقول من الحلول، من الحلول أنا أتوقع أنه كان يعني الحل اللي أمام الاتحاد السعودي في حال لو ما حسم الدوري قبل، لا بيكون التتويج في نهاية كأس الملك، لأنه ما يمكن أنه يتوج على طريقة حفل خارجي في إحدى القاعات أو إحدى الفنادق، يعني ما يمكن. حتى الآن بأنه حدث هذا الأمر، يعني حتى الآن 1999 ل1979 توج الهلال أعتقد في إحدى الفنادق الرياض استلم درع الدوري بعد 97 عفوا أو 99، واحدة منها أنا أتذكر أنه كانت 90% من اللي يسمعك الحين هذا ما عاشوا هذه الأيام أكيد. لكن في النهاية أنا نتحدث عن موضوع اللي هو التتويج. التتويج له أثر نفسي إيجابي كبير جدا جدا للاعبين، خاصة بعد نهاية المباراة مباشرة، حتشوف التفاعل الحقيقي، حتشوف الفرحة الحقيقية، حتشوف اللاعب حتى وهو في نهاية المباراة. شوف، لا ننسى كذلك لقطات مباراة الشباب
والاهلي اللي كان اللي تعادل فيها الشباب والاهلي وحصل على اتراد النتيجه الشباب الدوري، كيف كان طعمها؟ كيف كان حلاوتها؟ انا ارى انه كانت افضل من فرحه النصراويين بعد مباراه التعاون، لانه خلاص داخلين هم ضامنين، لكن لما يدخل متوج ومنتهي الامر شوف كيف الحفل وكيف كان التتويج. صحيح، حتى افضل من الفتح، كانت مباراه هذيك المباراه كانت الافضل من حيث التتويج، لانه ما حسمت الا في اخر مباراه. وحتى شوف طريقه تفاعل اللاعبين مع اللقاءات الصحفيه تختلف كثير عن الفتح وعن النصر. بالضبط. إذن هذا فيما يتعلق بالتتويج. اليوم نجي للخبر الأهم، يمكن مو بس اليوم، الخبر الأهم يمكن في الموسم أو أحد أهم الأخبار في الموسم. قرار صادر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحل مجلس إدارة نادي الاتحاد. كان القرار صدر وذلك وفق بنود نستعرضها الآن في البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو عفوا عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب. جاء في القرار ما يلي: أولا، حل مجلس إدارة نادي الاتحاد مع بقاء رئيس النادي في منصبه. ثانيا، حل المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد. ثالثا، إسقاط المبلغ المقيد قرض على النادي وقدره 1,900,000 ريال. رابعا، إحالة الشكوى المقدمة من نائب الرئيس بشأن الاعتداء عليه في مقر النادي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. خامسا، تكليف مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة. سادسا، متابعة مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة لتنفيذ القرارات السابقة. سلمان، رأيك في القرار؟ يعني ما كان متوقع من جهة، بالرغم من أنه كان في إشكالات يعني صايرة في داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد، كثيرين كانوا يرون من تنصيب إبراهيم بلوي أنه ما راح تمشي الأمور، يعني مع جمجوم وجوده كنائب رئيس وعدم التوافق مع الأستاذ إبراهيم بلوي بأنه لن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للاتحادين. لكن كان هناك نقاط قانونية، أنه لا يحق للرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تعزل مجلس إدارة منتخب. صحيح. جاء القرار معاكس لهذه الأمور، ربما هناك مداخل قانونية غير متوفرة بالنسبة للمتلقي، أو هناك أمور أخرى لا ندري عنها. أنت كيف شايف القرار عموما من ناحية قانونية ومن الناحية الإدارية؟ أنا من وجهة نظري أنه من الأساس عندما تم ترشيح الرئيس إبراهيم البلوي مع بقاء الإدارة السابقة، أنا أعتقد أنه كان هو الخطأ من البداية. يعني لأول مرة يمكن تحدث في تاريخ أنديتنا أنه يكون انتخابات على الرئيس فقط مع فرض أعضاء مجلس الإدارة والنائب والأمين العام وإلى آخره، بقية أعضاء مجلس الإدارة من الإدارة السابقة. يمكن لأنهم قانونياً ما تقدر تعزلهم يا سلمان من الأصل. وأعتقد أنه قانونياً الآن برضو أنك ما يمكن أنك تعزل إدارة منتخبة، جميع الأعضاء مجلس الإدارة كانوا منتخبين ولا يمكن أنك تعزلهم برضو. يعني هي أنا أعتقد أن فيها تناقض، والخطأ كان من الأساس أنه يعني يتم انتخاب رئيس مع فرض، وهي نعتبرها فرض لأنه مع بقاء الإدارة السابقة. صحيح. وهي فرضت على الرئيس إبراهيم البلوي. شوف، هو من ناحية فائدة ما في شك أنه من مصلحة نادي الاتحاد أنه أياً كان جاء الرئيس أنك تعطيه مجلس الإدارة اللي يتوافق مع إمكانياته، وطرحنا الموضوع هذا كثير، يتوافق مع فكره ومع توجهه بحيث أنه يسير الفريق بخطته. وهذا كان المنتظر من البداية. بالضبط، من المنتظر من البداية. بعد فوز إبراهيم البلوي برئاسة النادي كان من المفترض أنه هو من يشكل إدارته، وهو من يوجد إدارة مساندة له حتى تساعد على تسيير أمور نادي الاتحاد بالشكل الصحيح وبالشكل المنتظر. لكن الوضع القانوني، نرجع للوضع القانوني سلمان، لم أطلع على اللائحة بالشكل الدقيق اللي حتى أني أقدر أفتي فيها، بحيث أني أنا أقول لك لا، اللائحة كذا بند على بند كذا على القرار كذا. جميل. طارق، شو رأيك؟ لا نتحدث في الأمور القانونية، فهناك قانونيين ممكن أن يفصلوا فندوا هذا القرار ويعتبرون هل القرار صحيح أم لا، ولكن متأكد أن الرئاسة العامة والأمير نواف تحديدا لن يعني يسمح بمثل هذا الخطأ اللي احنا نتحدث عنه. بكل تأكيد أنه لا يقع في هذا المأزق القانوني، متأكد أنه هناك استند على 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 نظام معين يحق له يفعل ما صدر منه قرارات. لكن نرجع نقول ونرسل رسالة للرياضيين بشكل عام والجمهور الاتحاد العزيز. الآن الجو والخلافات أتمنى أن تلغى وأن تلف وترمى جانبا، صفحة وطويت. الخلافات بين الألوية الاتحادية الداخلية، أكثر مرة صرحت أنه هناك خلافات داخلية أجنحة الاتحاد، هناك خلافات داخلية بينهم، شئنا ما أبينا لابد أن نتحدث بكل صراحة. حبا في هذا النادي اللي شرفنا في المحافل الدولية، أكثر نادي لعب في كأس العالم، يحق
أو يجب علينا أن ندعم أي قرار يكون من الممكن أن يعيد الاتحاد إلى توهجه السابق. الاتحاد ليس هو الاتحاد، وعودة الاتحاد، عودة الاتحاد في مصلحة الكرة السعودية للكارهي الاتحاد قبل محبينه. لابد أن يعود الاتحاد. متى يعود الاتحاد؟ يعود الاتحاد إذا صفى العمل الإداري. هذا لا يعني أن عمل أستاذ عادل جمجوم كان خطأ، ولا يعني أنه كذلك أنه عمل أو ما يقوم به الآن إبراهيم، أنه إبراهيم البلوي كله صحيح، ولكن لابد أن تصفى الأجواء من جديد، وأن يختار الأستاذ إبراهيم البلوي كامل طاقمه بما يتوافق مع توجهاته ومع رؤية المستقبلية لمستقبل إدارة هذا النادي، حتى يكون هو المسؤول الأول والأخير. جميل. الأستاذ إبراهيم البلوي أطلق وعود كلنا فرحنا فيها، وما زلنا ننتظر هذا الشيء ونتمنى أنها كلها توفي، لأن لو تمت بكل تأكيد أن الاتحاد سيعود يعني للواجهة من جديد وبقوة. جميل. الاتحاد لا مكانته في الدوري تسمح له أبدا، ولا هذا الاتحاد، ولا يرضي أي عشاق كرة القدم. طيب خلينا نشوف وجهة نظر المنتمين للاتحاد. رافت التركي رئيس أعضاء الشرف في نادي الاتحاد، مساء الخير أستاذ رافت. أهلا وسهلا، مساء الخير، أمس عليك وأمس على الأخوة ضيوفنا في البرنامج وعلى كافة المتابعين لهذا البرنامج المتميز. تعليقك على القرار أستاذ رافت، يعني القرار جاء اليوم بحل مجلس إدارة ومجلس أعضاء الشرف، تعليقك عليه؟ الصوت مو واضح، سامعني كويس أنت؟ أنا سامعك، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أنتهز هذه الفرصة أن أنا أتقدم بجزيل الشكر لسمو الرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون الأندية الأستاذ فيصل النصار ورئيس أعضاء اللجنة التي شكلت لدراسة الأوضاع الإدارية والمالية بنادي الاتحاد. وفي حقيقة الأمر احنا كنا في انتظار صدور القرارات لنضمن أنه يتحقق التوافق والتلاحم ما بين كافة الفئات التي تمثل الشريحة الاتحادية بدءا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف والجماهير. في حقيقة الأمر لازم من البديهي أنه تحقيق التناغم والانسجام ما بين أعضاء المجلس عامل حيوي وجوهري لضمان المسيرة وتحقيق الأهداف المنشودة والبرامج الموضوعة من قبل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء. فأنا أتمنى أنه بصدور هذه القرارات بغض النظر عن أنه البعض يعني اعتبرها انه هي فيها فوز لي او خساره لطرف او فوز لطرف اخر، في نهايه المطاف كلنا جنود لخدمه العشق الكبير اللي هو نادي الاتحاد. واذا كان بعض الاطراف ليهم رؤى مختلفه حيال الاليه لتحقيق الاهداف اللي نتمنى ان تعيد نادي الاتحاد لمكانته كاحد الركائز للكره السعوديه، ففي نهاية المطاف كلنا يجب أن نعمل ونبدأ صفحة جديدة بصدور هذه القرارات، ونتلاحم ونمد يد العون لرئيس النادي لتحقيق البرنامج، ونتمنى أن يتحقق التلاحم والتناغم من خلال اختيار أعضاء مجلس إدارة يحققوا البرنامج الذي وعد به الأستاذ إبراهيم البلوي القاعدة العريضة من الجماهير الاتحادية بتذليل كل المصاعب وكل العقبات لتحقيق الأهداف لنادي الاتحاد. طيب أستاذ رافت، هل هناك من معترض على الآلية؟ يعني يمكن هناك اتفاق بأنه ما حصل هو في مصلحة نادي الاتحاد ولا شك، لكن الآلية التي تم فيها حل مجلس الإدارة، هل البعض ممتعض من كونها غير قانونية مثلا؟ شوف، في نقطة جوهرية لازم نتفهمها، أنه حرص أعضاء اللجنة برئاسة الأستاذ أحمد روزي ومن خلال اللوائح أو اللائحة الموحدة للأندية ولائحة أعضاء الشرف والمجلس التنفيذي حرصوا على التطبيق الحرفي للوائح هذه. هذا الأمر حقق الحقيقة بداية من الانتخابات اللي تم فيها انتخاب الأستاذ إبراهيم البلوي. بمعنى أدق أنه على سبيل المثال أنه حل مجلس الإدارة يعني تلقائيا حل المجلس التنفيذي، أو انتهاء فترة مجلس الإدارة يعني تلقائيا انتهاء فترة المجلس التنفيذي. هذا من جهة. من جهة أخرى، حل المجلس الرئيس العام استند في قراره إلى عديد من النقاط والبنود التي تكفل له الجزئية هذه في إصدار قرار حل المجلس، بدءا من أنه هو صاحب الصلاحية المطلقة فيما يختص بالنظر في المصلحة العامة للأندية، هذه جزئية. والجزئية الثانية أنه لم يتحقق التناغم والانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة. الجزئية الثالثة أنه لم تعقد الجلسات لمجلس الإدارة رسمية، وبالتالي
كان في كثير من الامور اللي ما تم تسييرها او اتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب بالنسبه لها. فراى الرئيس العام انه ليس من صالح النادي عميد الانديه السعوديه الاستمرار الوضع لانه بيصير في نفق مظلم، خاصه انه نادي الاتحاد بيمر بظروف في غايه الصعوبه ماليه واداريه، وعليه كثير من القضايا الدوليه التي تقتضي من مجلس الاداره واعضائه التفرغ لمعالجتها او متابعتها من خلال يعني اختيار بعد اللي صار هذا تتصور انه لم يكن انا في تصوري انه كان قرار سليم جدا حل مجلس الاداره. طيب انت تتصور الان انه بعد حل مجلس الاداره مع الابقاء على الرئيس انه القضايا العالقه ماليا ومن ضمنها رواتب اللاعبين وغيرها وايضا الوعود التي اطلقها الاستاذ ابراهيم البلوي سابقا بدعم الفريق، هل تتوقع انه مثل هالقضايا راح تحل بحكم ان البلوي الان سيطر على الامور الاداريه، يستطيع ان يشكل مجلس الاداره الذي يتناغم مع رؤيته الى اخره، هل تتوقع انه بيصير في انفراج للوضع المالي والاداري الاتحادي بعد هذا القرار ام ستستمر الامور الماليه على ما هي عليه وخصوصا فيما يتعلق برواتب اللاعبين؟ في 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 ثلاث عناصر رئيسيه في الجزئيه هذه او في النقطه هذه اللي حضرتك استفسرت عنها. الجزئيه الاولانيه انه يفترض او نحن وضعنا الثقه في من خلال البرنامج الانتخابي اللي تقدم به الاستاذ ابراهيم البلوي، فبالتالي إذا كان إبراهيم في بصورة أو بأخرى واجه بعض العقبات التي حالت دون تحقيق برنامجه الانتخابي الذي حظى بثقة هذه الجماهير وأعطته الثقة والأصوات، فهو الآن مطالب وتحت المجهر أنه هو يحقق كل الوعود اللي وعد بها. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه أتمنى أنه طبعا نادي الاتحاد غني برجال وكفاءات متعددة وخبرات متراكمة، فأتمنى أنه يتحقق هذا الأمر في جزئيتين. الجزئية الأولى في اختيار أعضاء مجلس الإدارة اللي يمدوا يد العون لإبراهيم لتحقيق برنامجه، والجزئية الثانية في تقدم إحدى الشخصيات المرموقة التي تحظى بتوافق الغالبية العظمى من أعضاء الشرف لقيادة المجلس التنفيذي. هذا من جهة. بالنسبة للقضايا، القضايا حاليا يوجد عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ تركي باديب، هو الشخص المكلف بمتابعة القضايا الخارجية، أنا بتكلم اللي هي طرف الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية اللي هي الكاس حاليا. نعم. وكنت أنا في فترة أنه أنا يعني حظيت بشرف التولي مهمة المجلس التنفيذي أو قيادة المجلس التنفيذي، كنت بتابع الموضوع ده يوميا مع المحامي في خارج المملكة ومع الأستاذ تركي باديب ومع الأستاذ إبراهيم البلوي، لأنه الموضوع في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية. بعد التقرير اللجنه اللي كلفت من قبل سمو الرئيس العام والنتائج اللي توفرت اليها حيال تحميل المسؤوليه بعض القضايا او بعض المبالغ لبعض الاشخاص او بعض الاطراف سواء كانوا اعضاء شرف او شركات او خلافه، وبعض لما صدرت القرارات دي تم تشكيل لجنه داخليه في النادي من قبل رئيس النادي. نعم. وتم التوصيه لي من قبلنا يعني من قبلنا اقصد من مجموعه من اعضاء الشرف لاختيار مكتب محامي متخصص داخلي يتابع القضايا دي بالنسبه لتحصيل المبالغ داخليا. نعم. وهذا لا ينطبق فقط على القضايا الموجوده يعني سوزا وشرفيني وخلافه، بل لبعض المبالغ او المديونيات المستحقه للنادي من سنوات عديده طرف اطراف اخرى. هذا من جهه. ومن جهه ثانيه بذلت العديد من الجهود من خلال المجلس التنفيذي ومجلس الاداره للمتابعه مع العديد من اعضاء الشرف اللي ما يحب يعلنوا عن اسمائهم، وتلقينا العديد من الوعود، واللجنه تتخصص الحقائق وسمو الرئيس العام على درايه بهذا الامر بتحصيل بعض المبالغ التي تساهم في تقليص الحجم المديونية على نادي الاتحاد. جميل. بمعنى أدق على سبيل المثال زي قضية سوزا في بغض النظر عن أنه هي حملت إلى رئيس مجلس الإدارة السابق هي وقضية الشربيني، ولكن بذلت جهود برضو لتجميع بعض المبالغ للمساهمة في حل القضية، لأن إجمالي المديونيات أنا بتكلم الآن بالنسبة للقضايا الدولية، إجمالي المبالغ المطالب بها النادي في الفترة القادمة القريبة القادمة تقتضي تصافر كل الجهود ونبذ كل الخلافات وبدء صفحة جديدة وتكاتف، بما في ذلك لو 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 فهمت هذه الجهود وهذه الانتقادات من قبل المجلس التنفيذي أو من قبلي شخصيا لبعض الأطراف بأنه هي فيها إساءة لأي طرف من الأطراف،
انا 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 اتقدم بالاعتذار للجميع، لانه في النهايه انا عاشق اتحادي ومجند لخدمه الاتحاد، ومن اساء لي فانا برضو اتفهم انه هو كان في النهايه يهدف لخدمه نادي الاتحاد ولا يقصدني شخصيا. جميل، شكرا لك استاذ رافت التركي عضو شرف نادي الاتحاد، معبرا عن وجهة نظري حول القرار الذي صدر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحل مجلس إدارة نادي الاتحاد والمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف في نادي الاتحاد. أيضا معنا اتصال سيجهز إن شاء الله مع عضو شرف آخر الأستاذ منير رفة. سلمان، عندك تعليق على ما سمعناه من الأستاذ رافت التركي؟ تقريبا نحن متفقين أنه ما كان في توافق بين أعضاء مجلس الإدارة وبين الرئيس المنتخب. الآن يعني القرار، وأكد الأستاذ رافت أنه الرئيس العام يملك الصلاحية المطلقة لحل مجلس الإدارة حسب كلامه أنه استند عليها، وبالتالي إذا كان يملك الصلاحية الكاملة قانونيا أنا أعتقد أنه قرار يعتبر قرار سليم 100%، خاصة أنه ما في توافق بين نائب الرئيس وبقية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس، خاصة في مشروعه لانتشال الاتحاد مما هو عليه يعني في السنوات الماضية. فمن وجهة نظري أنه كان قرار سليم. طيب أنت شايف أنه مسألة الخلافات اللي حاصلة كانت مؤثرة على الأمور المادية في الفريق، أنها أرجأت مثلا بعض الوعود اللي كان قدمها إبراهيم البلوي في فترة ماضية بتقديم مبالغ تصل 30 مليون ريال إلى آخره؟ يعني الآن الجمهور الاتحادي ما زال ينتظر تلك الوعود التي أطلقت في الانتخابات الرئاسية الاتحادية. الآن حل مجلس الإدارة، أصبحت الأمور في المتناول في يد إبراهيم البلوي. هل توقع أنه مثل الامور الاشكاليات اللي كانت حاصله مع اعضاء مجلس الاداره السابقين هي اللي كانت سبب في تاجيل الدعم المادي الموعود؟ لا اعتقد صراحه، لا اعتقد، ولكن اللي انا مؤمن فيه بشكل كبير جدا انه اداره الاستاذ ابراهيم البلوي الان متفرغه بشكل كامل لتنفيذ جميع وعودها السابقه وحلحله جميع المشاكل. بالسابق لا نستطيع ان نجزم ان هناك خلاف واضح، قد يكون هناك خلاف نسمع فيه احنا في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، هناك خلاف بين الاستاذ عادل جمجوم وكذلك الاستاذ ابراهيم بلوي. الان امام الاستاذ ابراهيم بلوي فرصه متاحه بشكل كبير جدا ان يعمل بجو صافي، بجو هادي جدا، ليس هناك عمل الا بجو صحي. السؤال المطروح اكثر، هل الان بعد هذه القرارات هل سيعود الاتحاد ويكون اداء الفريق الاول بيكون بشكل افضل من السابق؟ انت شو رايك؟ نعم، بتأثر معنويا أقل شيء يعني. نعم، يكون هناك يعني يحس أن الاتحاد وره ناس، الاتحاد قضية واضحة قضية مهمة لدى الرئاسة العامة. لم يترك للصراعات، ولكن تم حل هذه الصراعات بقرار رسمي ووضع إدارة الاتحاد الآن تحت دائرة الضوء. الآن أمامكم مفتوح المجال، عليكم بتنفيذ كل ما وعدتم فيه، وأنا متأكد جدا أنه إدارة الأستاذ إبراهيم بلوي إدارة ستحل كل ما وعدت فيه، من دفع رواتب، من دفع مستحقات مالية متأخرة. يعني بس مشكلة احنا دائما نعظم او نفخم من قضايا الاتحاد اكثر، لكن هناك أندية كثير 5 شهور 6 شهور ما استلمت رواتب موجودة حتى الان، لكن صحيح. في الاتحاد لان قضية كل شيء لو قلم طاح في نادي الاتحاد كل نتكلم عنه، كل نتكلم عنه لانه كبير والكبير دائما مراقب. لا في الاتحاد في اشكالية، في اشكالية في الاتحاد هو كبير ان شاء الله ما حد يتكلم، في أندية كبيرة كذلك بس ما يطلع الكلام، تلقى كل مشاكلها تحتوى، حتى لو كان هناك في جناحين داخل النادي مضادين او معارضين، لكن في النهايه مصلحتهم كانت هي ناديهم. ابرجع لك في النقطه هذه سلمان، لكن خليني اخذ اتصال مع استاذ منير رفة عضو شرف نادي الاتحاد. مساء الخير استاذ منير. مساء الخير، حياك الله حبيبي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. تعليقك على القرارات حل مجلس اداره نادي الاتحاد باستثناء الرئيس وحل المجلس التنفيذي هيئه اعضاء الشرف في نادي الاتحاد. والله شوف حقيقه انا لم اتابع الحلقه من بدايتها، وفي نفس الوقت ما اطلعت على كامل القرار المتخذ من قبل الرئاسه العامه لرعايه الشباب. هذا ابرز ما فيه قلت لك اياه. نعم. حل مجلس الاداره، انا شفت جزئيه منه وعندي تعليق، لانك انت قد تنظر القرار من عده زوايا. انا الزاويه اللي انظر منها لو جيت لي هذا بيان اعلامي، يعني بيان اعلامي. اذا كان في قرار للحل المجلس التنفيذي وقرار بالغاء بحل مجلس الإدارة وإبقاء الأستاذ إبراهيم البلوي، يبدو لي من حيث الشكل أن لابد أن يصدر به قرار واضح وليس بيان إعلامي، لأنه هذا يعتبر تجاوز أو استخدام حق تجاوز التشريع اللي أمامنا. أنت لو نظرت، أنا أتذكر أنه في مادة
تتعلق بالجهة المختصة في اللائحة تجيل لرئيس الرئاسة العامة رئاسة الشباب أن يمارس دوله في أنه يحق للجهة المختصة حل مجلس الإدارة. أتكلم عن مجلس الإدارة ولم يتكلم على جزئية من مجلس الإدارة. يعني أنا يبدو لي القرار مفترض إذا كان مشي وفق اللائحة فهو حل لكامل مجلس الإدارة. يعني استثناء الرئيس تقصد استثناء الرئيس أستاذ منير يعني غير استثناء الرئيس واستثناء النائب. نعم. الأمين العام. نعم. فبالتالي لو أنت رجعت اللائحة يبدو لي ما هو لا ينطبق على نص اللائحة. وبالتالي يعني لا أعرف يعني الأسباب التي بنى عليها الأمير نواف هذا القرار، لكن يبدو لي أنه القرار كان لابد أن يصدر بقرار واضح، قرار من رئيس العام رعاية الشباب، لا يصدر بيان إعلامي حقيقة. أنا هذا أول شيء. طيب. الناحية الثانية قراءتي للنص الأول، في النص الأول اللي هو حل مجلس الإدارة يبدو لي فيه نوع من التضارب، لأنه بيقول إبقاء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم والنائب اللي هو الأمين العام لأنهم منتخبين، بقية المجلس منتخب، فلماذا يعني جاء هذا النص إلا وراء شيء؟ أنا ماني شايف له حقيقة تفسير، ما هو هم كانوا من عن طريق يعني انتخابات، والأستاذ إبراهيم برضو عن طريق انتخابات، فماني عارف سبب صدور النص بهذا النص إنه يقول بسبب. الناحية الثانية يعني أنا لو كان كل القرار قدامي كنت حللتها لقوة كله، بس أنا فاكر الجزئية الأولى. ممتاز. إذا كان كده طب هل القرار اللي اتخذ يجيد لأعضاء مجلس الإدارة الدخول في الانتخابات الجاية ولا لا؟ هذه أشياء ثانية. إذا الزاوية اللي الواحد ينظر إليها عدة زوايا، لكن يبدو لي إنه الرئاسة العامة رعاية الشباب يعني يبدو لي إذا كان يسمحوا لي أعتقد إنه هو قرار ذكي وضعيف شوية. كيف ذكي وضعيف؟ في إنه بيترك الفرصة للأستاذ إبراهيم إنه يمارس عمله في الخروج من نادي الاتحاد من الأزمة، لكن كتفوا من جاء قال له أنت شهرين 60 يوم لا يمكن اتخاذ تسيير أعمال. وبعد كده إيش حيقدر يسوي؟ تسيير أعمال معناه لا يمكن يعمل اتفاقيات، لا يمكن يجيب لعيبة. يعني أنا كان يبدو لي الإخوة في رعاية الشباب كانوا هناك المفترض التروي، لأنه أنت أديته الصلاحية وقبلته في نفس الوقت. أنا بتكلم عن الجزئية الأولى، ما أدري عن جزئيات إلا بعدها حقيقة، أنا اللي قريت الجزء الأول فيها. فيبدو لي أنه القرار كان يبدو لي لابد أن يأخذ صيغة القرار شكلا وموضوعا، يعني شايف أنه القرار بالتفنيد نوع من تفنيد القرار مو مقنع أستاذ منير بالنفس نفسه، بحيث لا يكون هناك تضارب بينهم. جميل. طيب هذا من الناحية القانونية ومن ناحية مرئياتك حول القرار. طيب بالنسبة لما سيعود به القرار على الاتحاد وعلى مستقبل نادي الاتحاد، تتوقع له انعكاسات إيجابية على الفريق إن شاء الله؟ ماني سامع ايش بتقول ثاني معلش. الان ناقشنا الموضوع من الجوانب القانونيه. نعم. نناقشه من ناحيه تاثير مثل هالقرار على مستقبل نادي الاتحاد، انت شايف له انعكاسات ايجابيه على مستقبل الفريق باذن الله؟ والله اعتقد انه يعني يبدو لي لا، يبدو لي يمكن يكون يعني انعكاساته سلبيه، قد تكون سلبيه. ليش؟ لانه يعني في دي الحاله طالما ان احنا الان وضع الانديه وضع المجتمع الرياضي ترى تغير، ما هو في 1416 الناس يعني فاهمين ومتعلمين ومتابعين، فبالتالي قرار ده كذلك لابد انه هو يعني قد يثير او قد يؤدي الى احجام كثير من الاشخاص الى الدخول في مجالس ادارات، لانه انا شايف الخلاف كان بين خلينا نقول الخلاف بين ابو العنول الاستاذ ابراهيم والاستاذ نائب الجمجوم وقد يكون الاخ الامين الصندوق، لكن بقيه الاعضاء لم يكن هناك اي يعني اي شكاوي تخص الموضوع. ليه نحن عممنا على المجلس كله؟ هذه شغله يعني شغله حقيقه يعني يبدو لي لو كان القرار امامي ودرسته زياده انا اعتقد انه حلاقي فيه كثير من الاشياء اللي كان ارى ان يكون هناك نوع من التروي فيها. جميل. هذا بما يخص مجلس الاداره. المشاكل المالية دي طبعا أنا طبعا كلها مربوطة الآن في عنق الأستاذ إبراهيم. فهل رعاية الشباب بتعطي له فرصة إنه تقول له إذا كان عاقة مجلس الإدارة السابق
فالان انت عندك الفرصه، هل انت على استعداد انك تتحرك وتدفع ال 30 وال 40 وال 50 مليون الجايه بموجب انه كان مدعوم من ابو تامر بميزانيه مفتوحه؟ هل هذا سيؤدي الى حل المشكله؟ لكن كيف تتحرك خلال انك انت مكبله في اتخاذ اي قرار حتى قرار التعامل مع شركه راعيه؟ جميل استاذ منير يعني رفانا، انا جدا شاكر لك جدا اعاده النظر واني اظهر بشكله كقرار ان شاء الله يعتبر قرار ان شاء الله، لعل ان شاء الله في المصلحه النادي الاتحاد. انا جدا شاكر لك طرحك وارائك، لاحظنا وجهتين نظر متباينتين مختلفتين، رافت التركي ومنير رفه. انا قاطعتك سلمان قبل ما اطلع المحور التالي، قاطعتك في نقطه كنت بتضيفها قبل شوي. هو اهم نقطه قالها يعني ابو محمد، قال قبل شوي انه بعض الانديه فيها مشاكل، الاتحاد ربما انه اللي اظهر مشاكل انه الخلافات بين الرئيس والنائب، هذه اهم نقطه. خلافات ظهرت على السطح بحكم انه حتى ما في اجتماعات، وبحكم انه انتخب الرئيس لوحده، يعني ما احضر هو مجلس الاداره. الخلافات طول عمرك، الخلافات من قبل، الإشكالية الكبرى إنه الشكاوي الخارجية أبو محمد، الشكاوي الخارجية، يعني الاتحاد عنده قضايا في الاتحاد الدولي، وحتى مهما كان يعني حتى لو حاول رجالات الاتحاد دمدمة الأمور ولما في البيت الاتحادي ربما لا تستطيع، لأنه في مشاكل خارجية مرتبطة بالاتحاد الدولي تظهر للإعلام، أنت مجبر يعني أنها تظهر للإعلام، حتى ما هو وكلاء أعمال سعوديين بحيث أنك تستطيع التعامل معهم بشكل أخوي وبشكل ودي. نعم. وتأجيل وإلى آخره. الشكاوي في الاتحاد الدولي هي اللي ربما أظهرت مشاكل الاتحاد على سطح بشكل أكبر. ما أتوقع في مشكلة حقيقة، تقصد في المطالبات المالية من الجهات الخارجية. الشربيني ودي سوزا هو أكدها. والله يشوف يعني أنا وأنا كل ثقة في الأستاذ إبراهيم بلوي أنه داخل إن شاء الله، وهو يعني مالي يده من الناحية المالية. هو ربما يحلها بس هي موجودة. أبو ثامر رمز الاتحادي ذكر أنه سيدعم إدارة الاتحاد بميزانية مفتوحة، فأنا أتوقع إن شاء الله أنه ما في مشكلة هذه. هي ما في مشكله انه يحلونها، عاد هذا امر اخر، لكن هي موجوده المشكله قبل حتى حضور ابراهيم. المشكله من زمان من قبل، من ايام هذا اللي اظهرها هي النقطه. الخلاف ابو محمد، انت تحدثت انه الانديه الاخرى فيها مشاكل ولكنها لا تظهر. انا قلت لك انه بسبب السبب في ظهور مشاكل الاتحاد هالامر، انه اول شيء المشاكل بين الرئيس والنائب كانت واضحه جدا، حتى لم يعقد اجتماعات لمجلس الاداره. صحيح. اضافه المشاكل في الاتحاد الدولي مرتبطه بالانتخابات الرئاسيه يعني كانت واضحه. ربما انه الاستاذ ابراهيم ان شاء الله انه يحل الان المشاكل بعد، خاصه المشاكل الاتحاديه تفجرت من بعد قرار الاداره السابقه بمنح اجازه لبعض لعيبه الاتحاد من ضمن محمد نور واللي طلب الانتقال لفريق اخر، وانتقل للنصر، وكذلك نايف فزازي وانتقل للشباب، وهذه احدى المشاكل، والمنتشري والحارس كريري نعم لا سعود كريري ما توقع معه انتقل برضه يعني ما بقى من ضمن من ضمن التصفية عليهم اول ضمن التصفية من ضمن من رحلوا. اذا هذا ما يتعلق بالملف الاتحادي، هذا ابرز ما فيه. حاولنا ان ناخذ اطراف مختلفه في البيت الاتحادي لنستنطقها وناخذ وجهه نظرها حيال ما حدث. الان في كلام كثير عن بتزيد أندية الدرجة الممتازة عندنا، ما راح تزيد. طيب إذا زادت هل يبقى مثلا الاتفاق والنهضة ولا تضاف فرق الثالث والرابع في دوري ركا؟ هنا فيها إشكالية. احنا راجعنا في التقرير التالي التاريخ لزيادات عدد الأندية في الدوري السعودي، ومن ثم إن شاء الله لدينا تصريح من الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حول هذا الموضوع. نتابع. الدوري السعودي الممتاز مر بمراحل عديدة في عدد الفرق المشاركة به، انطلاقا من أول دوري ممتاز عام 1397 من الهجرة، حيث شارك ثمانية فرق بعد أن أقيمت دورة تصنيفية في العام الذي يسبقه عام 1398 من الهجرة. تمت زيادة الفرق إلى الرقم 10 حين صعد ثلاثة أفرقة مع هبوط فريق واحد فقط. استمر الدوري على هذا الحال حتى موسم 1404، والذي أقر فيه رفع عدد الأندية إلى 12 بدءا من الموسم الذي يليه، ولم يهبط أحد لمصافي الدرجة الأولى. بقي عدد الأندية على ما هو عليه 26 عاماً حتى أتى عام 1431، وصل عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز ل14 نادياً، مع ضغوطات الاتحاد الآسيوي الذي يطالب الاتحادات المحلية بزيادة عدد الفرق المحترفة
حتى يتم لعب أكبر عدد ممكن من المباريات. في هذه السنة خرجت لنا مطالبات من الأندية تريد أن يرتفع عددها إلى 16، بما في ذلك من مصلحة ستعود على رياضتنا المحلية والمشاركات الخارجية للأندية، فالمستوى الفني يتصاعد مع كثرة المباريات، إضافة لإمكانية التعويض للفرق المشاركة في الاستحقاقات القارية، كما أن طول الدوري يعزز من فرص الاستثمار والتسويق له. مهما كانت أو تعددت أسباب زيادة الأندية، يبقى لدينا بعض العقبات التي من الممكن أن تقف أمامنا. رزنامة المسابقات المحلية تعج بالكثير من المواجهات، فازدياد الضغط عليها قد يرهقها. الاختلافات بين الأندية، هل سيتم إلغاء الهبوط أو تصعيد ناديين من دوري ريكا إضافة لمن صعد؟ الاستحقاقات للمنتخب السعودي في السنة القادمة، ظروف عديدة، ولكن يبقى السؤال، هل ستتم زيادة الأندية إلى 16 أم نبقى كما كنا؟ وإن حصل فمن سيبقى ومن سيرحل؟ المهم لدينا مصلحة الرياضة السعودية أيا كان قرار اتحاد كرة القدم. للحدث الرياضي عبد العزيز الحقباني. طبعا هو الأقرب أنه ما راح يكون في زيادة لعدد الأندية، هذا الأقرب بشكل كبير، ومن خلال تصريح الأستاذ أحمد عيد راح نستعرض بعد شوي. لكن معنا اتصال قبل استعراض تصريح الأستاذ أحمد عيد مع الأستاذ خالد الباتع رئيس نادي الطائفي، ما يجهز هذا الاتصال. سلمان جاهز اتصال ولا يا شباب؟ سلمان نرجع للتاريخ شوي في المعلومة هذه، من حيث الزيادات اللي كانت للأندية على مدى تاريخ الكرة السعودية، استعرضناها في التقرير قبل شوي. هل الكفة ترجح أنه في حال زيادة، خلنا نأخذها فرضية بغض النظر عن هالموسم، هل في حال الزيادة يبقى المتذيلو الترتيب في الموسم القادم أم يصعد الثالث والرابع من الدوري الدرجة الأولى؟ وش الأرجح؟ هو حسب النظام المعمول فيه، يعني في آخر مرة تم الزيادة من 12 إلى 14 2010-2011 تم بقاء نجران والرائد بعد هبوطهم. كانت الفرق 12 فريق، و11 و12 كان الرائد ونجران، لما تم زيادة الفرق تم بقاهم في الدوري الممتاز، وبالتالي هو طبعا الأرجح والأقرب أنه بقاء الاتفاق والنهضة. ولكن مثل ما قلت يعني زيادة يعني صعبة بل مستحيلة، يعني خاصة في ظل الارتباطات الدولية وما ارتباطات الدولية وإلى آخره. لكن تاريخيا كان البقاء لأصحاب المراكز الأخيرة، خلنا من التاريخ حتى القديم، يعني خلنا نقول في آخر حالة، يعني تم الزيادة قبل أربع مواسم. صحيح. من 12 إلى 14 تم بقاء الهابطين النجران والرائد في وقتها. ما فيها ظلم لأصحاب المركز الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى؟ يقول لك والله أنا زيهم يا طارق، يعني ليش هم وأنا لا مثلا؟ والله هذا هو المعمول فيه، هذا هو المعمول فيه، دائما هو البقاء الهابطين وليس تصعيد الثالث والرابع. لكن هل هو العدل؟ يعني خلينا نقول هو معمول فيه، لكن على أي أساس أنت فضلت ذولا على ذولا مثلا؟ والله إذا رجع لي القرار أنا، أنا وجهة نظرك، وجهة نظري أنا أتمنى أنه يصعد الثالث ويبقى ما قبل الأخير. كذا وزنت يعني؟ نعم، في 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 يعني في يعني عدل. نعم في عدل. هذا الفريقين اللي ما قدموا ما يشفع انهم يبقون في الدوري، هذا الفريق الثالث والرابع او الثالث والرابع كانوا، يعني لو تشوف الفارق النقطي في دوري الركاب فارق بسيط جدا، يكون المشكله جولة كل شيء. هذه المشكله في هذه، تخيل انه الرابع كان يلعب مباراه مثلا خلاص تحصيل حاصل، لانه خلاص فقد الامل في الثاني مثلا، ولعب الفريق الرديف في اخر مباراه، ما كان يعلم عن هالقرار وفرط في المباراة الأخيرة، اللي كان يستطيع الحصول على المركز الثالث بدل الرابع مثلا في دوري ركاء، وحصل على المركز الرابع بعدين صدر هالقرار. كذلك لو القرار يدرون حقين الأخير والقبل الأخير كان لعبوا مباراة هادية ولا لعبوا بصف الثاني خلينا نشوف وجهة نظر أحد أندية الدرجة الأولى أستاذ خالد باتع رئيس نادي الطائي. مساء الخير أستاذ خالد. قصر على الصوت الله لا يهينك. السلام عليكم. حياك الله. ما عندي، ما سامع ضعيف. الله يحييك استاذ خالد، وجهة نظرك مباشرة. والله انا اسمعك. تراني ما اسمع الصوت ضعيف. طيب احنا نسمعك، تفضل قل وجهة نظرك استاذ خالد، ما راح اوجه السؤال. الو، صوت عندي ما هو مسموع. والله لا يا شباب ما راح اخذ اتصال، نقطع الاتصال، الوضع هذا انا ما استمر فيه في اخذ الاتصالات، نقطع الاتصال الين ما نلقى حل المشكلة هذه.
ونطلع نشوف التقرير الخاص بلقائنا مع الأستاذ أحمد عيد، مع العذر الشديد للأستاذ خالد الباتع، لكن المشكلة هذه طورت معنا كثير. نشوف لقائنا مع الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أستاذ أحمد، ذكرت أن هناك استراتيجية وما نوقش أيضا اليوم في هذا الاجتماع بالتحديد من موارد مالية، وما ظهر أيضا في الأيام الماضية من زيادة عدد أندية دوري عبد اللطيف جميل. هل الاتحاد السعودي قادر على تحمل نادي الاتفاق ونادي النهضة في دوري عبد اللطيف جميل الموسم القادم؟ أولا هذا الأمر لا يحدد مركز مالي فقط، ولكن تحدد أمور أخرى لم يقر حتى الآن هذا الأمر، وطرح في مجلس الإدارة في اجتماع سابق ولم يقر. سيقر يعني؟ أنا لا أعتقد أن هناك في إقرار لهذا الأمر من رئيس مجلس إدارة الاتحاد فقط، ولكن أعضاء مجلس الإدارة، وأنا أعتقد أن الأمر انتهى بعدم إقراره في المرحلة السابقة. من حق الأندية أن تطالب، ومن حق الأندية أن تضع رؤيتها، ومن حقهم على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يكون متميز. أنا لا أعارض أحد، وأبوابنا مفتوحة وأنظمتنا مفتوحة، ومن لديه أي الرغبة في الاجتماع بالاتحاد في أي وقت يستطيع أن يجتمع. أولا أحترم الأخ خالد البلطان كرئيس لنادي الشباب، هذا النادي العريق له تاريخ وله جذور تاريخية. أما ما ذكره فهذا ينم عن شخصيته، ينم عن فكره ومنهجه في التعامل. كما ذكرت أن هناك قنوات رسمية، ومن خلال هذه القنوات سنتحدث في هذا الأمر. في تفرقات داخل الجمعية العمومية ما بين صوت؟ أولا أنا صدقني لا أعرف من صوت لي ومن من لم صوت لي، وبالتالي هي العملية ما هي عملية تصويت، هي عملية منهج عمل. أنا كأحمد عيد لا يهمني من صوت ومن لم يصوت، يهمني العمل كيف يدار، والسفينة كيف تعمل، وإن لم يكن هناك ربان واحد فالسفينة ستقرب. لذلك أنا ربانة السفينة اليوم، وأنا من يعمل فيها، وأنا من مسؤولية الاتحاد على عاتقه، وبالتالي أتحمل ما يأتيني وأحترم الآراء في كل في أي مجال كان. أحب أن أوضح أن عمر الاتحاد لم يمضي عليه عام، وعمر اللجان لم يمضي عليها 7 أشهر، فبالتالي كل ما يتحقق من قبل اللجان لا يحكم عليه بهذه الفترة الزمنية القصيرة. جميع ما نعمله مبني على أسس، ومبني على أنظمة، ومبني على قوانين. استعنا بالكثير من الخبرات، سواء الخبرات المالية، وتعاقدنا مع شركة من كبرى الشركات في التدقيق المالي، استعنا بالاتحاد الدولي في وضع المنظومة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، استعنا بخبرات جامعية، استعنا بخبرات إدارية وفنية، وكل هذه الأمور لابد أن نأخذ وقتنا الكافي فيها. لدينا غدا رئيس لجنة التحكيم الدولي سيزور المملكة في محاضرة لحكامنا السعوديين الذين نكن لهم كل التقدير وكل النزاهة وكل الاحترام في إدارتهم للمباريات. أيضا لدينا الآن من المسؤول عن الدائرة التحكيمية إن شاء الله سيصل خلال نهاية الشهر الحالي، وهناك خلية من العمل في الاتحاد السعودي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في تحقيق نتائج طيبة للشارع الرياضي وللاعب الرياضي ومحب رياضة كرة القدم. الهواء. وصلنا للتقرير دوري أبطال آسيا، يستأنف إن شاء الله غدا وبعد غد بلقاءات هامة لممثلينا، عفوا الثلاثاء والأربعاء، بلقاءات هامة لممثلينا الأربعة في دوري أبطال آسيا. نستعرض في هذا التقرير اللقاءات القادمة للفرق الأربعة، نتابع. تستكمل مساء الثلاثاء المقبل مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، حيث يدخل اللقاء فريقا الهلال والاتحاد ونصب أعينهم على النقاط الثلاث إذا ما أرادا استمرار حظوظهما في التأهل للدوري المقبل. الفريقان يلعبان لقائهما في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، عندما يحل الأول ضيفا على الأهلي الإماراتي لصالح المجموعة الرابعة، فيما يستضيف الثاني تراكتور تبريز الإيراني في إطار منافسات المجموعة الثالثة.
الهلال يدخل اللقاء وهو يملك 5 نقاط من 4 جولات جاءت من تعادلين وخسارة وفوز، واضعا نفسه في المركز الثاني في المجموعة. وفي المباراة الثانية التي يستضيف فيها الاتحاد السعودي فريق تبريز الإيراني، يسعى العميد جاهدا إلى إحراز الفوز الثالث له في هذا الدور من أجل المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل عن مجموعته، حيث يحتل الاتحاد المركز الثاني ب6 نقاط من 2 فوز و2 خسارة. وفي يوم الأربعاء يستكمل فريقا الشباب والفتح مباريات الأندية السعودية في دوري الأبطال في الجولة 5، حيث يواجه الشباب ضيفه استقلال طهران الإيراني، ويدخل الشباب المباراة متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط، ويأمل في تأكيد تأهله إلى الدور القادم. وفي المباراة الأخرى يرحل الفتح إلى أوزباكستان لمواجهة بنيودوكور، رغبة في حفظ ماء الوجه والخروج على الأقل بنقطة من خارج الديار. كل الأمنيات لأنديتنا السعودية بالتوفيق والتشريف والخروج بأفضل النتائج. الأهلي الإماراتي يستضيف الهلال، والاتحاد يستضيف تراكتور. الهلال لا شك أنه يحاول ينقذ هذا ما تبقى للهلال في الموسم من خلال. وش الحسبة اللي صايرة بالنسبة لأنديتنا أبو مشاري في لقاء يوم الثلاثاء إن شاء الله؟ على السريع أنا أقول لك، الاتحاد على سبيل المثال يستضيف تراكتور. الاتحاد في حال فوزه وفوز العين على فوز العين على الأخوياء، يتأهل الاتحاد رسميا. الاتحاد يصل إلى النقطة 9 والعين يصل إلى النقطة 10 والأخوياء يكون 4 نقاط، وبالتالي انتهى الموضوع. في حال يعني، وهي الحسبة اللي ربما تكون صعبة وتكون معقدة جدا، في حال تعادل الاتحاد وفاز الأخوياء على العين يكون الاتحاد 7 نقاط والعين 7 نقاط والأخوياء 7 نقاط. وهنا نبقى على الجولة الأخيرة. لاحظ أن الاتحاد عنده الاستحقاق المحلي، ولكن ربما أنها حتى لو يتعادل الاتحاد في الجولة الأخيرة يكون هو الأفضل، لأنه متفوق على العين بالمواجهات المباشرة، كسب في مكة وتعادل معه في العين في حال طبعا تعادل. نعم. فبالتالي الاتحاد يعني للخروج عن الحسابات يفوز في هذه المباراة ينتهي الأمر. وخصوصا تراكتور ما كان ذاك المنافس القوي يعني، حتى لما كانت مباراه في ايران كان فوز يعني صعب حقا، مباراه في المتناول، مباراه في المتناول خاصه على مستويات الاتحاد الحاليه. بالنسبه للهلال، الهلال يلعب ضيف على الاهلي الاماراتي، السد ضيف على سبهان اصفهان الايراني. في حال خساره السد وخساره الهلال الامور عاديه جدا، لان الهلال يفوز في المباراه الاخيره على سبهان اصفهان في الرياض يتاهل رسميا. الهلال الاهم، أسوأ سيناريو يمكن يكون للهلال وشو؟ فوز السد أو تعادل أو خسارة الهلال. في هالحالة الهلال ينتظر خسارة السد من الأهلي الإماراتي في قطر ويفوز على سبهان في الرياض. وتكون حسابات معقدة جدا. الهلال على الأقل يخرج بتعادل حتى لو فاز السد. إذا خرج بتعادل يكون ترتيب المجموعة 8 نقاط السد، 7 نقاط الأهلي الإماراتي، 6 نقاط الهلال. ووضع السد ترى سيء جدا. السد يعني ما زال يعاني من النقص. أيوة محمد، السد يلتقي مع الأهلي الإماراتي، واحد منهم لابد أن يكون خارج الحسبة. الهلال يفوز على سبهان يتأهل، الهلال لابد أن يخرج بتعادل على الأقل، أو في حال خسارة السد حتى لو خسرت تكون الأمور في يدك في الرياض على ملعبك، تفوز على سبهان أصفهان تتأهل كثاني المجموعة. جميل. أبو محمد، يوم الأربعاء إن شاء الله أمام استقلال طهران، فزتوا عليهم في 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 طهران، إن شاء الله ما راح تكون صعبة في الرياض. أنا بسألك الآن عن ناحية الإعداد النفسي على مستوى الإدارة بين استحقاق محلي يرغب فيه الشباب، بطولة يحبها الشباب كثير إلى جانب الاتحاد حققوها كثيرا، وما بين الاستحقاق الآسيوي اللي أيضا الشباب يريد أن يضع له بصمة آسيوية، يريد أن يصل أقل شيء إلى دور الثمانية في خلال هذا الموسم. كيف راح أول شيء نظرتك لهذا اللقاء والتوفيق ما بين الاستحقاق المحلي والآسيوي؟ أول شيء أنه مباراة الاستقلال مباراة مهمة جدا جدا، أعتبرها هي أهم مباراة، لأنه لابد الشباب أن يحقق أقل شيء نقطة واحدة حتى يضمن التأهل. وكان في الجولة الماضية لو كان الفريق الجزيرة انتصر على الاستقلال لكان حسم الأمر، انتهى الأمر وتأهل، وكنا هذا الشيء نتمناه، لكن ما صار ولا كتبها الله. المباراة الجاية لابد أن الشباب أن يحقق تعادل نقطة أو فوز، والفوز يلعب بالعناصر الأساسية بكل تأكيد. مباراة مهمة جدا، ستكون مباراة أشبه ما تكون مباراة نهائية لضمان التأهل، لأن مباراة الجزيرة لابد ان الشباب ان يعني يريح عناصره، امامه استحقاق محلي مهم جدا في بطوله غاليه على قلوبنا ومحببه لدى الشباب وجماهيره. هنا ارجع اقول لك انه الرزنامه المسابقات يعني ستغتال الشباب محليا،
مثل ما حدث العام الماضي. العام الماضي كان الشباب الأفضل في بطولة كأس الملك، وكان يعني هو المرشح الأقوى، وكان الجميع يعني ذهب إلى ترشيحه كبطل للعام الماضي، وخسر بخسارة ثقيلة أمام الاتحاد. وهذا السبب، أوكي الاتحاد كان جدير في ذلك المباراة، ولكن لا ننسى أنه دخل الشباب منهك من المباريات. كيف الفريق يلعب بمعدل طبعا عالميا هذا موجود يعني. لا هذا ما تتكرر موجودة يعني، ما تصير تصير يعني في الدوريات. عشان كذا يقول لك أهمية أنه والله يكون أنا عندك 18 ناقشت يعني تحدثت في الأمر هذا مع الإدارة وتكلمنا فيها. يعني في الدوريات العالمية لا تستمر شهرين ثلاثة، في الربع الأخير من استحقاقات نادي الشباب. صحيح نعم، وجد الشباب ضغط كبير. لو أخذت بالمعدل الشباب يلعب تقريبا كل ثلاثة أيام ونص مباراة. إيش استفدنا؟ إرهاق بالجملة، إصابات بالجملة، خسرنا عماد رئيسي في النادي في الفريق الأول هو عبد الله الأسطى اللي يمكن تعويضه، اللي أشوف أنه أفضل ظهير أيسر حتى الآن، واللي أشوف أنه مظلوم كثير. صحيح أصيب بسبب الإرهاق. في لعيبة يعني لو تيجي العيادة بعد المباريات تشوف لعيبة عندهم مشاكل في المقابل. أنت شايف أنه إعدادكم كان جيد للموسم من بدايته لياقيا للفريق؟ لياقيا نعم. أنا هنا أحيي مدرب اللياقة عندنا، يعني الله ثم هو كان عندنا مشاكل كبيرة جدا، ولكن في النهاية الإنسان له طاقة معينة، وهالطاقة هذه والآن بسبب الشباب داخل على الهدفين مع بعض ولا في أفضلية شيء؟ النادي الوحيد، وبيك تصحح المعلومة هذه وأنا متأكد إن شاء الله صحيحة، النادي الوحيد في السعودية اللي لعب 5 مسابقات في هذا الموسم. صحيح لعب مسابقة آسيا خرج منها. وش كنت بتقول أبو مشاري قبل شوي؟ يعني كنت تتكلم عن آسيا النسخة السابقة والنسخة الحالية وثلاث بطولات محلية، ولا تنسى أنه جميع المباريات. انت تعرف حالنا نطلع من الهلال نفس الشيء؟ لا 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 ابدا، لا لا الهلال طلع من ما لعب في الاسيويه، والاهلي لعب في الاسيويه الاولى وبالتالي خرج من الاسيويه. انت تعرف انه احيانا نطلع من المباراه التمرين الاول، نسيت ذيك المباراه بالضبط، التمرين الاول كان مغلق اللي قبل مباراه ب 48 ساعه مغلق. يعني انت قاعد الان تحاول انك تفكك عضلات اللاعبين في تمرين الرئيسي ما يجي. وهذا اللي صار. طيب المطلوب يعني من لجنة المسابقات انه يعني يكون الضغط بداية الموسم، هذا الصح، بحيث ان نساعد ممثلينا في بطولة آسيا ما نضغطهم في كأس الملك. يعني على سبيل المثال الشباب الان عنده نصف النهائي، الاتحاد عنده نصف النهائي، وعنده مباراتين آسيوية مهمة. تخيل لو ان الاتحاد تعادل او الشباب خسر لا قدر الله من الاستقلال والاتحاد تعادل مع تراكتور، الاتحاد بيكون مباراته مفصلية جدا مع العين في القطارة، وفي نفس الوقت يلعب مع الاهلي ذهاب واياب في نصف نهائي كأس الابطال. صح كأس الملك. والآن يجون الناس يطالبون بزيادة الأندية، وش بيصير؟ حتزيد عندك تقريبا 32 مباراة. صحيح. يعني الشباب الآن والاتحاد الآن بدأ بالضغط هذا، لأنه مشارك في البطولة الآسيوية بدأ بالضغط. بيكون 30 جولة الدوري، بيكون الدوري 30 جولة بدل ما هو 26 جولة، يعني 4 أسابيع في الدوري. وبالتالي الإشكاليات راح تكون أكبر، لكن ما ننسى أنه ترى يعني أنديتنا ترى معتمدة على 11 لاعب في كثير من الفرق. عندنا 11 فرق، عندنا فرق من 11 لاعب فقط لا غير. يعني البدلاء الجاهزين ايضا مشكله تعاني منها الانديه السعوديه. ما في شك انه هذه اشكاليه موجوده. البديل الجاهز اللي ممكن ينوب على الاساسي محمد، الاصابات تكون في اخر الموسم بسبب الارهاق. انا اتفق يا سلمان، لكن التدوير مهم. اذا صار على راس الهرم الفني يعني مدير فني عارف الاستحقاقات الجايه والله يبدا بالتدوير. والله من بدري يا ابو محمد دكتور طول عمرك، شوف هالأمور هذه ممكن قلتك أنا ممكن يكون عندك مدرب لياقة جيد وخبير وفنان في هذا في تخصصه، ولكن في 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 أشياء في طاقة معينة اللاعب ما يقدر يتجاوزها. ما تقدر تجري اللاعب يعني في أسبوع ثلاث مباريات. جميل. وين بعدين السنة الجاية يعني التوقف الزمني للدوري تقريبا 3 شهور، صح ولا لا؟ في فترات نعم. لكن مجموعة 3 شهور تجي تزيد لي فريقين. جميل، نقطة جدا هامة. خلنا نختم بهالخبر. الوقت ما أدري شلون راح علينا بسرعة، لكن حددت المباريات أو مواعيد مباريات دور نصف النهائي من كأس الملك، حيث أصدرت لجنة المسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الأربعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 34-35 و400 ألف للهجرة. الجدول كالتالي: الأهلي يلاقي الاتحاد في 19 أبريل في مكة المكرمة، والاتفاق يستضيف الشباب في الدمام في 20 أبريل الجاري. الإياب سيكون في 27 أبريل، الاتحاد يستضيف الأهلي في مكة المكرمة، والشباب يستضيف الاتفاق في الرياض في ذات اليوم. يعني بالنسبة للإياب سيلعب في ذات اليوم، فيما الذهاب في يومين مختلفين. وصلنا للختام، شكرا سلمان العنقري، شكرا حضورك أرائك. شكرا لكم، أتمنى إن شاء الله أن قدمنا المفيد في هالحلقة. ما في شك. طارق النوفا شكرا لك. عطي بس
10/8 يلا. الشباب سيلعب مع الاستقلال يوم الأربعاء وسيعود يلعب مع الاتفاق متى؟ يوم الأحد. هذه نقطة يعني ما توقع أتوقع أن الشباب أنه يكرم من الاتحاد وليس المسابقات بأفضل من كذا، لكن لا ننسى كذلك أنه لابد أن نشكر لعيبة الشباب أنهم هم أفضل فريق حصل نقاط في آسيا في الشرق وفي الغرب. تستاهلون، عدونا الاستقلال تكفون بمشيئة الله. يعطيكم العافية، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة. تحيات فريق العمل، هذا ماجد الحميدي يتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. تصبحون على خير.